أشير إلى أن المدرب انطلاقا من فسطور 1962 الفسطور الأول مرورا بكل التصاطير 70-72-95 كان في الفصل الثامن ينص على المساواة في الحقوق السياسية بين الرجل والمرأة. إذا مبدأ المساواة كان مؤثرا في التصاطير السابقة، لكن تطبيق مبدأ المساواة كان ضد النساء وليس لصالحهن. أكثر بتفكيركم بأنه في إطار حكومة 1992 قدمت الحكومة مقترح قانون تنظيمي يسمح بوضع لائحة وطنية لأول مرة خاصة بالنساء. صدقت عليها الحكومة، صدق عليها مجلس النواب والمستشارين، أرسلت إلى المجلس الدستوري الذي قضى بعدم دستورية هذه المادة. اعتبر أن ذكر كلمة النساء في اللائحة الوطنية مخالف للدستور ويمس بمبدأ المساواة، وبالتالي اضطرت الحكومة آنذاك لاتفاق مع الأحزاب السياسية على أن تعدل المادة وتحذف كلمة النساء وتبقى لائحة وطنية هكذا، لائحة وطنية من 30 مقعدا، واتفقت الأحزاب على أن تخصصها للنساء. إذا مبدأ المساواة كان موجود سابقا. طبعا المجتمع المغربي بأحزابه السياسية ولاحقا بجمعياته الحقوقية والجمعيات المدنية العاملة في مجال النساء بصفة عامة استطاعت أن تخلق رأيا وتوجها داخل المجتمع يذهب تدريجيا باتجاه إيجاد آليات أكثر نجاعة للوصول للمساواة. من هنا كان تدريب مبدأ الكوطة الذي بدأ في 30 ثم انتقل إلى 60 ثم إلى آخره، ولكن ما كان مثيرا للانتباه وشكل بالنسبة لي كمتتبع للموضوع شكل ثورة في الحقيقة، هو أن الدستور في المادة 19 جاء لنفس المادة التي تحدث فيها عن المساواة، تحدث عن المناصبة وأحدث لها هيئة خاصة. أذكر بأنه ليس هناك أي دستور آخر في العالم استثناء الدستور الفرنسي في إشارة ليس إلى المناصفة ولكن إلى المساواة بين الرجال والنساء بولوجي للامتدادات الانتخابية والوظائف الاجتماعية والمهنية. خارج هذه الإشارة ليس هناك دستور ينص صراحة على المناصفة. إذا أنا أعتبر بأنه في الحقيقة إضافة هذه الكلمة لمسألة مهمة جدا. بغض النظر عن أي نقاش، الآن مصطلح موجود في الدستور وينبغي ويجب العمل على تصريفه في مختلف المجالات. سأحاول فقط أن أبين حتى لا يداهم الوقت، سأبين لكم بأنه لحد الآن هناك تطبيقات متناقضة لمبدأ المناصفة في مختلف النصوص التي صدرت ابتداء من 2012. سأعطيها بشكل موجز نوعا ما ولكن واضح. المسألة الأولى أن الحكومة السابقة مباشرة بعد الدستور أصدرت أربعة قوانين تنظيمية. قانون تنظيم الأحزاب السياسية، مجلس النواب، مجلس المستشارين، والجماعة الترابية. فماذا كانت حصة المناصرة في هذه الأربعة النصوص؟ وأنتم تعرفون وتدركون بأن هذه النصوص جوهرية وأساسية و حصة النساء من كل هذه النصوص هي مادة في قانون الأحزاب السياسية تنص على أنه تخصص للنساء واحد بالنسبة للثلث في أفق الوصول التدريجي للمناصبة الخاصية، علما بأنه بما أن المناصبة مبدأ دستوري كالحق الذي ينبغي أن تنص على المناصبة كمبدأ وبانتظار الوصول إليها تبتلث وليس العكس. من هذا الحسب بعد ذلك مجلس النواب أعطى اللائحة يعني رفع عدد النساء من 30 إلى 60، واعتبر الرأي العام على أن هذا تقدم من موصل لأنه اللائحة تمت مضاعفتها بنسبة 100% من 30 إلى 60 مزيان خطأ، تم الانتقاص منها لأنه النساء كان لهن 30 مقعد من أصل 325 فأصبح لهن 60 من 395، ديروا واحد النسبة تقولوا بأنهن كانت المرأة
نقصت. هذه مسألة الملاحظة التالية الجوهرية أنه نزلت العقلية الذكورية داخل البرلمان مسيطرة، لم تمنح للنساء حصة من مقاعد مجلس النواب، بل أضيفت لها مقاعد، أضيف إضافة مشرف إضافة، وسيكون لهذا تأثير كما سأصل إليها بعد قليل. والمسألة التالية بهذا القانون التنظيمي والتي كانت في الحقيقة سلبية، هو أنه في تلك اللائحة الوطنية خصص للشباب 30 وقعين، 30 سنة. الشباب أقل من 30 سنة. إذن المغرب كان يريد أن يخلق واحد فئة شبابية متشبعة بالمناصفة هي المعول على المستقبل. مع الأسف الشباب اعتبروا احتكروا هذه المناصب واعتبروا بأن كلمة الشباب تعني الرجال. شباب وقت. واستدعوا الشابات من التسجيل بمعنى مما يدل على أنه الجيل الذي ننتظر منه قادم الذي ننتظر منه أن يكون الذي نقعد نوزعها بين الشباب والشباب هو الذي احتكر لنفسه مما أعتبره مشكلا سلبيا يدل على عقلية تحتاج إلى المزيد من النقاش. المجلس المستشاري جاء بمادة غريبة خلق المنصب فصل 24 ينص على ما يفهم انتخاب هذه المجلس المستشاري القادم على انه يمنع ان تتضمن لوائح الترشيح اسمين متتاليين من نفس الجنس. بمعنى جميع الانتخابات جميع لوائح الترشيح المجلس المستشاري القادم سيكون فيها رجل امرأة رجل امرأة. بما ان العدد 120 اذا المعول نظريا ان النساء سيبلغن 50% اذا 60 على 120 خطأ. ثانيا لأن الدوائر الانتخابية في مجلس المستشارين كبيرة وجميع الدوائر ينتخب فيها شخصين أو ثلاثة وبما أن عدد الأحزاب 30 سينجح وكيل لائحة من لائحة الأولى وكيل لائحة من لائحة الثانية والذي سوف لن يكون امرأة إلا نادرا مما يعني أن إمكانية صعود النساء في مجلس المستشارين أصبحت ممكنة فقط بالنسبة للوائح الوطنية اللي قبلت فقط. أما الباقي متأكد منه إذا لم تعطى للنساء وكيلات لائحة فلن يصلح إلى مجلس المستشار. الثالث والأخير من النموذج الثالث هو الجماعات الترابية التي مقبلين على انتخاباتها بشكل غير قادم. القانون التنظيمي مع الأسف الجماعة الترابية مر بسرعة لم تنتبه إليها الحركات النسائية والحقوقية. لأن الكل كان يعتقد بأنه عندما تختلف الانتخابات ستناقش مدونة الانتخابات وسيتم طرح مسألة المناصبة. فإذا به عندما يعني شرع بالحديد تبين للرأي العام على أنه الدستور ألغى جزءا كبيرا لمدونة الانتخابات ونقله إلى القانون التنظيمي. وبالتالي مدونة الانتخابات الحالية لم يعد يصلح منها إلا ما يهم الغرف المهنية والباقي وضع في القانون التنظيمي أعطى ما يلي. بالنسبة للمجالس الجهوية نسبة ثلث، مجالس العمالة الأقاليم لا شيء، الجماعات تم الاحتفاظ على النسب التي كانت بالميثاق بمعنى مقعد 104 و 6 حسب الحالة مما يعطي المجموع، يعني المجالس الترابية القادمة سيكون ثلث الأعضاء من مجالس الجهات و 12.5% من الجماعات للنساء فقط. ولو تبعنا بهذه الأرقام لوجدنا بأنه ما جاء في القانون ليس إلا تكريسا لتوجيهات ملكية وردت في خطابات. دوائر الإضافية للنساء في الخطاب الملكي كرسها القانون ولم تحاول الحكومة أن تضيف ولا واحد في المئة. 12.5% ممكن يردوا القانون القرآن والثلث ديال المجلس المستشاري والمجلس الجامعي مسلم ذلك. ورد في خطاب الملكي تم تكريسه وبالتالي عندما اصبحنا الان نناقش نبدا المناصفة الى اخره وجدنا بانه من الصعوبة من كان الحديث عن المناصفة حاليا. قوانين صدرت وانتخابات حددت تواريخها وما تبقى هو ان نبحث وقت القوانين الاخرى هل هناك من امال او امال ما في تطبيق مبدا المناصفة.